نادي الاهلي بيبدا مشواره في دوري ابطال افريقيا برباعيه مقابل لا شيء في شباك اطلع بره بطل جنوب السودان. مباراه كانت جيده جدا من النادي الاهلي، رائعه جدا من النادي الاهلي. الاهلي كانت على ملعب برج العرب، بالمناسبه دي مباراه الذهاب، دي مباراه اللي تخص فريق اطلع بره، يعني المفروض المباراه دي على ارض اطلع بره، ولكن الاتفاق مع الاهلي كان ان المباراتين يقاموا في استاد برج العرب، وبالتالي الاهلي حقق اربع اهداف على الورق خارج أرضه، عمليا كان على برج العرب وكان على أرض النادي الأهلي. في النهاية فوز كان مهم جدا في ذهاب دور 64 دوري الأبطال. النادي الأهلي كان الفريق اللي بيواجهه فريق باين جدا أنه فريق سهل، كان ممكن الأهلي يسجل أكتر من أربع أهداف. امبارح الأهلي لسه عنده مشكلة، هقول لكم المميزات وهقول لكم المشاكل، بس تعالوا الأول نمسك في المشكلة. المشكلة إن الأهلي عنده مشكلة كبيرة قوي في إضاعة الفرص السهلة، الفرص يعني بتيجي للأهلي بشكل كبير جدا. في النهاية المدير الفني لاسارتي بيصنع الفرص أو بيصنع المساحات لمهاجمي النادي الأهلي إنه يجي لهم عدد كبير من الفرص، ولكن لسه لعيبة الأهلي بيضيعوا فرص سهلة جدا. الكلام ده من الموسم الماضي، واضح إن هو مستمر الموسم ده، لازم لاسارتي يشوف حل للمشكلة دي. صحيح لاسارتي فنيا وتكتيكيا زي ما قلت لكم بيوصل اللعيبه للجول، ولكن برضه هو ليه دور على تنميه او الشغل على القدرات الفرديه للاعبين عشان يقدروا كتير، وبيبقى ليه اهداف بيسجلها بشكل رائع جدا. عايز اديكم كمان ملاحظه فنيه هي واحده من اهم مميزات لاسارتي منذ توليه مهمه تدريب النادي الاهلي. لاسارتي من المدربين اللي بيحبوا لعيبه وسط الملعب جدا، لعيبه الوسط المدافعين، اللعيب رقم 8 تحديدا اللي عمله امبارح عمرو السوليه لما خد ضربه الجزاء، المكان او البوزيشن اللي كان واقف فيه ما كانش هيقف فيه لو لاسارتي مش هو مدرب النادي الاهلي. لاسارتي دايما بيعتمد على اللعيب رقم 8، شفنا ده مع كريم نيدفيد، شفنا ده مع حمدي فتحي، وشفنا ده كتير مع عمرو السوليه. اللعيب وسط الملعب دلوقتي، اللعيب اللي بيلعب بوكس تو بوكس، اللعيب اللي بيعرف يخش صندوق الخصم، ده شغل مدير فني. فلاسارتي بالتاكيد عنده امور فنيه كويسه، زي ما هو عنده بعض الثغرات وبعض العيوب، ولكن امبارح الاهلي ظهر بشكل محترم، ولكن كان ممكن النتيجة تبقى أكبر من كده بكتير، خاصة إن المنافس كان سهل جدا جدا، فريق اطلع بره من جنوب السودان.